بسم الله الرحمن الرحيم، وأخيرا عدت لشرح المحاضرات تاني. بقالي فترة كبيرة جدا ما شرحتش محاضرات. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا شباب تالتة؟ أنا عارف يعني بقول لك ايه، يواكب شرح المحاضرة ديت الخبر اللي جالي بتاع امتحاناتكم، بس إن شاء الله لعله خير والدنيا تبقى بسيطة بإذن الله. وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وتعدوا فيها زي ما اللي قبلكم عدوا، وربنا يعينكم يا رب على اللي جاي. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أنا عمار أحمد فرقة ستة سنة الكلية، وإن شاء الله ليا الشرف إن أنا أشرح لكم النهاردة محاضرة البيستيسايد أو اللي هي المبيدات الحشرية. طيب عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، تعالوا نبدأ. أول حاجة عندنا أجندة، الأجندة دي فيها المعنوين اللي إحنا هنشرحها النهاردة في محاضرة النهاردة. عندنا أربع عناوين، أو بي إس أو الأورجانو فوسفورس، تمام، حق كلورايد الكلور العادي بتاعنا، بايروثرين أو بايروثرويد بالبلدي كده بايروسول، وآخر حاجة الرابعة اللي هي رودنتيسايد أو اللي هي إيه سم الفئران. نخش على كل واحده منهم ونعرف ايه اللي فيها. اورجانوفوسفورس ديت الجدول ده عندكم هيسهل عليكم شويه حاجات، اللي هي الحاجات بالذات المواضيع الكلام اللي في البدايه ده، لان كل ده كلام حفظ مفيش في اي شرح خالص. طيب هنبدا، دي عندنا اول حاجه في الجدول الامثله، امثله على كل حاجه فيهم. دي هتيجي بس ايه، هتيجي ك إيه لو جت ام سي كيو بس، دي تحفظ عندكم، حاول تتكلم تحفظ وخلاص. مالاثيون، باراثيون، تي اي بي بي، دي اف، الحاجات دي كلها دي امثله لايه، اورجانوفوسفورس، الدي كارب او كارب كاربرلايد، اي حاجه تبع الكاربا ديت يبقى دي ايه كارباميت، ثيون دي ايه اورجانوفوسفورس، تمام. دي الامثله بتاع دي. طيب الاستروجين السورس بتاعهم فين؟ هو العيله عندي اسمها اورجانوفوسفورس، يبقى جاي من ايه، فوسفوريك اسيد. طيب فوسفوريك اسيد مهم، حاجه ليها علاقه بالفوسفوريك اسيد. طيب انا بستخدم ده ليه؟ انا الشابتر عندي كله اسمه انسكت بيستسايد، فانا بستخدمها في الانسكتسايد. الانسكتسايد دي اللي هي الدبان والحشرات والحاجات دي، تمام. طيب بقول لك، كان زمان كان بتستخدم في الويرفير او التيرورزم اتاك، في الحروب والارهاب والحاجات دي كلها، للغازات بعض الغازات كده كانت بتستخدم ايه في الحروب والحاجات دي، بس الحمد لله دلوقتي ما عادش بتستخدم، بقى في حاجات اعلى دلوقتي. طيب تعالوا بعد كده في عنوان مهم جدا اسمه مانر اوف توكسيسيتي. يعني ايه مانر اوف توكسيسيتي؟ يعني ازاي الحاجات دي كلها بتاثر على الجسم، او ازاي البني ادم بيتعامل مع الحاجات دي كلها، او بتوصل له ازاي. بيقول لك ممكن توصل له اكسيدنتال. يعني ايه اكسيدنتال؟ بالصدفه واحد راح ياكل اكل، اي اكل مهما كان، داخل المطبخ مثلا بياكل تفاح، وبعد شويه تعب. يتعب ازاي؟ هنعرف كمان شويه. بعدين فبيسال امه، قالت له انت اكلت التفاح اللي جوه؟ اه، كانت رشه في المطبخ عشان صراصير او فران، او صراصير قصدي، او دبان او اي حاجه، والرش جه على التفاح او جه على الاكل اللي هو اكل منه. دي ممكن تبقى اكسيدنتال. طب سويسايدال؟ اه، للاسف في مجتمعنا احنا من ضمن المجتمعات اللي هي الفقيره، الحاجات دي متوفره بشده. او لو تسمعوا عن حاجه اسمها حبايه الغله، حبايه الغله دي موجوده جدا. هي طبعا دي مش ضمن الاورجانوفوسفورس، بس دي من ضمن البيست سايدز اللي ممكن تستخدم انها تموت الواحد. طيب ليه؟ بيقول لك ده رخيصه وايزلي اوبتيند، ممكن نجيبها من اي مكان. حاجه كمان بيقول لك انها هوميسايدال، صعب جدا، صعب جدا ان استخدمها في البيت، يعني حد يقتل حد في البيت يعني وكده، او حد يقتل حد عامه يعني، ان ده بيكون ريحتها باينه جدا. ان ده ايه؟ ده باينه، لو عايز تقتل حد تقتله بحاجه ملهاش لون ملهاش ريحه، لكن دي ريحتها شديده جدا، فيبقى غبي بصراحه اللي يقتل حد بحاجه زي كده. استخدم ساينايد يا اخي، معلوش ريحه الا بعد الوفاه. طيب خش بعد كده الحاجه المهمه اللي بعدها، اللي هي فارماكوكاينيتكس. يعني ايه فارماكوكاينيتكس؟ انا جسمي بيتعامل ازاي مع البيستسايد دي او مع الاورجانوفوسفورس دي. اول حاجه عندي اللي عندي اي دي اي ام اي، او الاي اللي هو الابزوربشن. مفيش حاجه سبيسيفيك للحاجات دي كلها، لانها ممكن تابزوربل من كل مكان في الجسم، من الجي اي تي ماشي، من اللنج انهيليشن ماشي، بنتريت السكين ماشي، ميوكس ممبرين ماشي، فهي موجوده من كل حاجه، مفيش حاجه سبيسيفيك ليها، يعني اي مكان ممكن تخش منه الجسم. طيب في حاجه ملحوظه مكتوبه عندكم هنا، بيقول لك انها ممكن تدخل من الدامج سكين، الجلد المتدمر، اكتر من الجلد العادي. هل ده معناه انها بتخش من الجلد العادي؟ لا، بتخش من الجلد العادي، بس بتخش من الجلد المتدمر اكتر. واحد عنده جرح، الجرح ممكن يبقى انفكتد بالبيستسايد ديت او الاورجان الفوسفورس ديت اكتر من العادي. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها ديستريبيوشن، موجوده فين في الجسم؟ ديستريبيوشن في عندي حاجه مهمه من خصائصها انها لايبوفيليك. يعني ايه لايبوفيليك؟ يعني ممكن تعدي الباريرز بتاع الجسم بتاعي عادي،
من اهم بيرز اللي عندي اللي هي ايه، البلاد برين بارير. البلاد برين بارير هو اهم البارير عندي في جسمي. طالما عدت البارير ده يبقى هتعمل لي سي ان اس مانيفستيشن، الشخص ده ممكن يخش لي في سيجرز كوما، اي حاجه ليها علاقه بالسي ان اس. طبعا ده خطير جدا لان ممكن يموت العيان. طيب ايه تاني عندنا؟ قال لك ان الحاجه ديت توصل البلازما بيك بتاعها، يعني الافكت بتاعها بيظهر بعد 6 ساعات، مش لازم 6 ساعات بس توصل للكونسنتريشن بيك، بلازما كونسنتريشن بتاعتها تبقى متركزه في الدم بعد 6 ساعات من الاكل. تمام، يعني مش اول ما اكل، مش اول ما اتعرض للاورجانيك فوسفورس ديت انا هموت، لا، انا اول ما اتعرض ليها قدامي 6 ساعات على ما الاعراض تظهر وحاجات كتيره كده. طيب واحنا قلنا زي ما قلنا ان هو لايبوفيليك، يعني ممكن تكون موجوده في الاديبوز تيشو، وده حاجه خطيره شويه، لان بيقول لك ان بتتخزن في الاديبوز تيشو. يعني ايه بتتخزن؟ يعني الشخص التخين تمام هيبقى عرضه ان هو يجيله مانيفستيشن اكتر، او يعني يفضل السم في جسمه لفتره اطول من الشخص الرفيع، ان هو بيتخزن في الاديبوز تيشو في الفات. طيب بيقول لك ان الحاجات ديت الاورجانيك فوسفورس دي بتفضل في السيركيوليشن لمده 48 ساعه. يعني ايه 48 ساعه؟ يعني طول ما الشخص ده، انا دلوقتي انا خدت النهارده مثلا الساعه دلوقتي ايا كانت الساعه كام، انا خدته النهارده على الفطار، اكلت حاجه على الفطار فيها اورجانيك فوسفورس تمام، وانا ما اعرفش الساعه 12 بالليل هتظهر الاعراض، هتفضل الاعراض عندي لمده 48 ساعه. بعد 48 ساعه لو الكميه اللي عندي دي كميه صغيره تمام، الاعراض هتروح لوحدها، لكن لو حاجه خطيره انا لازم اخد انتي دوت او اخد اي حاجه علاج عشان الاعراض تروح من عندي. يبقى دي عندي كان ايه الديستريبيوشن، ان هو اهم حاجه عندنا ايه بتكروس البلاد برين بارير. ليه؟ لانها لايبوفيليك، بعكس الكاربميت. الكاربميت حاجه برده مشابهه للاورجانيك فوسفورس برده، ما بتعديش البلاد برين بارير. ماشي، هو ده شيء كويس، بس مشكلتها انها بتوصل للبيك بلازما كونسنتريشن بتاعتها بعد 30 ل 40 دقيقه. يعني ده على طول اول ما الشخص ده يتعرض للكابوميت او اي حاجه من السبستيوت بتاعتها، الانفكت هيظهر عليه على طول. حاجه كمان الميتابوليزم بتاعها، بيقول لك طالما ديت بتوصل للليفر يبقى يحصل لها ميتابوليزيشن لكذا حاجه، بيقول لك فاريوس اوكسايد، حاجات كتير بيحصل فوسفوريليشن، بعد كده ايه، بعد كده الميتابوليزم بتاعتها او الان اكتف ميتابوليزم بتروح بتطلع بره عن طريق اليوريا. طيب الحاجه الثانيه يعني الليفر بيحصل هنا كذا حاجه، يعني بيقول لك ايه فاريوس اوكسايد عن طريق ايه فوسفوريليشن. الفوسفوريليشن بيعمل ايه، بيعمل عاوز اشتغل جيم، بيدمر، بيعمل هيدروليسيس للسايد تشين بتاع الايه بتاع الاورجانوفوسفورس ده. تمام، طيب يعني دلوقتي الميكانيزم بتاع الليفر في الاورجانوفوسفورس هو ايه فوسفوريليشن. طيب تعال بقى الكربميت، الكربميت بيعمل هنا ايه بالظبط؟ الكربميت بيعمل هنا بيحصل له هيدروليسيس عن طريق الليفر وهيدروكسيليشن وكونجيوجيشن. يبقى دي لو جات لنا كام سي كيو، يقول لك ايه الميكانيزم او ايه الميتابوليزيشن بتاع الكربميت في الليفر، بيكون عن طريق ايه؟ بيكون عن طريق 3 حاجات مش من ضمنهم الفوسفوريليزيشن. تمام، خليكم فاكرين اورجانو فوسفورس يبقى ايه فوسفوريليزيشن. تمام يا شباب. طيب اخر حاجه خالص قلنا الاكسكريشن بتاع الاورجانو فوسفورس بيكون عن طريق اليورين، والاكسكريشن برضو بتاع الكربونيل بيكون عن طريق اليورين. يبقى الاثنين مشتركين في معظم الحاجات، ما عدا ان ايه واحد منهم بيعدي البلاد برين بارير والتاني ما بيعديش البلاد برين بارير. اللي بعده الميكانيزم بتاع الاورجانو فوسفورس. شايفين الصوره دي يا شباب، هنتكلم عنها شويه. الصوره دي عباره عن ايه؟ الصوره دي عباره عن الميكانيزم بتاع الاستايل كولين، او ازاي الاستايل كولين بيشتغل. طب ايه علاقه الاستايل كولين؟ هنعرف كمان شويه. تعال نتكلم على شويه فيسيولوجي بحت. دلوقتي احنا قلنا ايه مكتوب قدامنا، بيقول لك الميتوكوندريا بتطلع عندنا حاجه اسمها اسيتيل كو اي. طيب اسيتيل كو اي ده بيتحد مع حاجه اسمها كولين عن طريق انزيم. تمام، بيحول لي الاسيتيل كو اي لاسيتيل كولين، بعد كده الاسيتيل كولين بيخش الفيزيكل، وبعد كده بيطلع عن طريق السينابس، نعم، نيورو ترانسميتر، الحاجات دي كلها عدينا عليها قبل كده، ده مش مهم. المهم عندنا ايه، انا دلوقتي الاسيتيل كولين اشتغل عندي، مسك في البوست سينابتيك ريسبتور واشتغل عندي، بعد كده هيسيب البوست سينابتيك ريسبتور ويروح لحاجه اسمها ايه اسيتيل كولين ستريس، الحاجه دي اللي هتكسر اسيتيل كولين وترجع يخش نفس السايكل تاني. طيب انا لو جيت دمرت الاسيتيل كولين ستريس دي اللي هو رقم 2 اللي قدامنا دي، لو انا دمرتها ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي ان الاسيتيل كولين هيفضل موجود
هيفضل موجود في السينابس، فهيفضل مشغل لي الريسبتور بتاع الاستيركولين. طب الاستيركولين ده الريسبتور بتاع ايه؟ بتاع السمساتيك ولا الباراسمساتيك؟ لحد الان هنقول ان هو الريسبتور بتاع الباراسمساتيك، تمام. هو الريسبتور بتاع السمساتيك برضو بس في بعض الحاجات، فهنعرف كمان شويه. طيب انا الباراسمباثيك لو فضل شغال عندي، هيفضل اي حاجه في الجسم تشتغل في الباراسمباثيك هتفضل شغاله على الفاضي، وده هيديني مانيفستيشن خاصه سبيسيفيك معايا الاورجانوفاسكولار، هنعرفها كمان شويه. بس انا المهم عندي انك تعرف دلوقتي ان ايه، ان الاورجانوفاسكولارز ديت بتشتغل عن طريق انها بتعمل انهيبيشن لاستيل استيلكولين ستريز. هعمل لك اكس اهوت عشان تاخد بالك، تمام. يبقى انهيبيشن عن طريق ستالكونين ستريز، عن طريق انها بتعمل فوسفوريليشن فوسفوريليشن او ايا كان عشان ما نلخبطش، فده هيؤدي الاكوموليشن بتاع ايه ستالكولين. طيب انا عندي في حاجه اسمها هنا ايه ايجينج. يعني ايه ايجينج؟ ده فتره معينه الجسم بيفضل او الحاجه دي بتفضل متاح ليها انها ممكن تنفصل. يعني ايه؟ انا ممكن اعالج الشخص ده خلال الفتره المعينه دي قبل ما يحصل ايجينج للاستالكولين ستريز، يعجز ويموت، يعني بعد كده ما عادلوش لازمه، لازم يتكون من تاني، وده طبعا صعب جدا ومستحيله، تمام. انا عندي انزيم او عندي حاجه معينه بتشتغل، تمام، لازم الحقها قبل ما تموت. الفتره المعينه ديت اسمها من 24 ل 36 ساعه، الفتره ديت لازم الحق الشخص او الحق العيان ده بالانتيدوت، انتيدوت بتاع الاورجانوفوسفورس. انتيدوت اللي هو ايه؟ حاجه بتمنع اورجانوفوسفورس ان هو يشتغل. ايه اكتر حاجه انتوا عارفينها مضاده للاستيركولين؟ هو مفيش، هي حاجه واحده بس بتيجي اللي هي ايه، اتروبين، وهنتكلم عنه قدام، تمام. يبقى لازم ادي الشخص العيان ده لازم ادي له اتروبين، تمام، خلال 24 ساعه، والا هيحصل له بيرمننت دامج او بيرمننت انهيبيشن، ما عادش هينفع اللي اسمه يا ربي ان البوند دي تتفك بين الاورجانوفوسفورس والايه استيركولين ستريت. فلازم اعمل الحاجات دي كلها في خلال 24 ساعه. ده معنى كلمة aging اللي موجودة عندكم في الكتاب. طيب تعالى بعد كده نتكلم عن ايه؟ على الكلينيكال بيكشر. دي صورة حلوة جدا جايبها من على النت، بتوضح ازاي التوكسين ده بيشتغل. احنا قلنا ان التوكسين ده بيفضل مخلي الاستايلكولين شغال. طيب الاستايلكولين بيشتغل على حاجة اسمها نيكوتينيك ريسبتور وماسكارينيك ريسبتور، حاجات كلها فيسيولوجي قديمة جدا مفيش فيها أي مشاكل دلوقتي. طيب ايه النيكوتينيك هيعمل ايه والماسكارينيك هيعمل ايه؟ طيب النيكوتينيك ده يا شباب ده موجود في البري سينابتيك او بري جانجليونيك سينابس. ليه يعني ايه بري جانجليونيك سينابس؟ كنا زمان كان يقول لك ايه؟ يقول لك ان النيرف طالع النيرف فايبر طالع من السباينال كورد بتروح لحاجه جانجليا تعمل ريلي، بعد كده يطلع من الجانجليا فايبر ثانيه تروح لايه؟ تروح للريسبتور الموجود على الجسم. طيب الجانجليا ديت السينابس اللي عندها دي نيكوتينيك ريسبتور. طيب النيكوتينيك ريسبتور دي موجوده في كل البري جانجلي السمباثيك والبارا، تمام. يبقى معنى كده ان الاورجانوفوسفورس بتشتغل لي على السمباثيك برضو. ازاي؟ هو اصلا نيورو ترانسميتر تبع البارا، ان هو اندايركت شويه، يعني انا بجيب الروت من اوله خالص، تمام. خلينا نرسم حاجه كده عشان افهمكم الحوار ده. انا عندي ده السباينال كورد طالع منه فايبر، في عندي هنا جانجليا طالع منها فايبر راح للريسبتور. كل النيورو ترانسميتر اللي موجودين في المنطقه ديت دول نيكوتينيك. طيب النيكوتينيك ده بيشتغل بايه؟ باستالكولين. باستالكولين نيورو ترانسميتر، باستالكولين موجود في كل البري جانجليونيك نيرف فايبر، فهيشتغل على السمباثيك وهيشتغل على الجانجليون برضو اللي راح للبار. يبقى دي سمباثيك ودي بار، تمام. نمسح بقى الكلام ده كله عشان نعرف نركز. طب ايه بقى اصلا الحاجات اللي موجوده عندي؟ العيان ده هيعمل لي ايه؟ نخلص من النيكوتينيك لانها حاجه بسيطه جدا. النيكوتينيك هيشغل السمباثيتك، هيبقى عندي تنشن، الشخص ده هيبقى تنشن شويه، هيبقى عنده ويكنس، هيبقى عنده باراليسيس، هيبقى عنده هايبر تنشن. هيبقى عنده هايبر تنشن ليه؟ لان انا مشغل السمباثيتك. السمباثيتك هيعمل لي في الفيسلز فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن لمعظم الفيسلز ما عدا فيسلز معينه كده، بس مين ليه هيعمل لي فازو كونستريكشن؟ فازو كونستريكشن يبقى هزود الضغط بتاع العيان ده، هيعمل له هايبر تنشن. هعمل له حاجه اسمها ايه؟ هعمل له مدريزيس وتاكيكارديا. ليه؟ السمباثيك عايز يخلي الشخص ده انا السمباثيك بيشتغل في حاله الفير والفلايت، فير فايت فلايت، انا محتاج اجري، محتاج اهرب. ده المفروض السمباثيك بيعمله. ممكن اكون قاعد ما بعملش حاجه بس السمباثيك شغال، يبقى لازم اهيئ جسمي للحاله دي. انا بجري يبقى محتاج سرعه قلبي تزيد بسرعه، عن تاكيكارديا
محتاج اشوف الفيلد اللي حواليا كويس جدا، هعمل لي ميدريزس. ميدريز يعني هوزع حركه العين البؤبؤ. طيب مع الوقت هيحصل عندي ماسل ويكنس، تويتشنج فاسيكوليشن. فاسيكوليشن يعني ضعف المصل، المصل شغاله كتير جدا بسرعه، فهتيجي لها وقت ايه وتضعف. فاهم؟ يبقى ده الجزء الخاص بتاع السمباثيك في ايه؟ في أورجان الفوسفور. طب تعالى بقى لاهم حاجه عندي اللي هي ايه؟ الماسكارينيك. الماسكارينيك دي يعني ايه؟ ده عيان غرقان في السوائل بتاعته. يعني ايه غرقان في السوائل بتاعته؟ بيجيب سوائل من كل حته. انا دلوقتي انا قاعد مرتاح في البيت، حاطط رجل على رجل، البارسمبثيك شغال عندي. طيب البارسمبثيك بيشغل لي كل السكريشن بتاع الجسم. يعني السلايفيشن شغال، تمام؟ لاكريميشن شغال، يورينيشن عادي، ديفيكيشن عادي، تمام؟ جي اي تي كريم عادي، تمام؟ ام اس اس عادي. يعني بالبلدي كده انا كل حاجه في جسمي ممكن تؤوز ميه او بلاد او اي حاجه شغاله. سلادج يعني الدنيا عنده معجنه، زي ما انتم شايفين الباشا اللي قدامكم ده بيرجع بيدمع بيريل بيخش الحمام، كل حاجه عنده موجوده، تمام؟ يبقى دي كلمه، دي الافكت بتاع الاورجانوفوسفورس على العيان. الاورجانوفوسفورس بيشغل الباراسمبثيتك، والباراسمبثيتك بتشغل كل حاجه، بتفتح كل الحنفيات، اي حنفيه مفتوحه هتفتحها على طول. يبقى ده ايه؟ دي السكيم بتاعنا، اللي يعني ان كل حاجه، كل حاجه بتفتح، اي حاجه بتقدر تطلع ميه او ايا كان هتفتح، تمام؟ اي صمام هيفتح، تمام؟ يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا الكلينيكال بيكتشر بتاع ده، قلنا سواء الماسكارينيك او ايه؟ النيكوتين. طب تعالى نشوف الحاجه اللي بعدها. انا ازاي هعمل دايجنوزس للعيان ده؟ انا عيان جاي لي بالكريتيريا دي كلها، عيان جاي لي بكل حاجه عنده، كل حاجه عنده، بيعرق بيري كتير بيدمع كتير بيخش الحمام كتير، بس ده برضه نان سبيسيفيك. كل دي حاجات نان سبيسيفيك، مش هقدر احكم بيها ان الشخص ده اورجانو فوسفورس، تمام؟ ممكن يكون عنده السكر عادي، عيان السكر بيكون عنده، يكون عندهم بيعرقوا كتير، بيريل كتير بيخش الحمام كتير، مش حاجه سبيسيفيك. طب انا هعرف ازاي؟ نمشي واحده واحده. اول حاجه الهيستوري. يعني ايه الهيستوري؟ انا عيان ده، انا عرفت انا لما اتكلمت مع العيان ده واخدت منه هيستوري، عرفت ان الشخص ده مثلا ده شغال في مزرعه، او الراجل ده فلاح وشغال في الارض، بيروي الزرع كتير والحاجات دي كلها، فبتعرض لاورجان الفوسفورس دي كتير، تمام؟ او ايا كان. طب الشخص ده مثلا فقير، او شغالين ايه عمال، يعني مثلا بياكلوا مع بعض في مكان جماعي، او الناس، واحد مثلا جاي من الجيش مثلا، الناس دي ممكن يحصل كونتامينيشن للفود، تمام؟ يبقى هتلاقيه مش جاي لوحده، هتلاقيه جاي مجموعه، جروب كبير كده جاي لك للمستشفى او العياده او ايا كان، تمام؟ عندهم نفس الاعراض اللي انا قلتها من شويه. يبقى ده في حاله الهيستوري ايه؟ ممكن يبقى اوكيبيشنال، الشخص ده متعايش مع الحاجات ديت، مع الاورجانيك فوسفورس، او حصل ايبيديميك، يعني حصل مره واحده كده عن طريق ان مجموعه اكلت اكل مش نظيف. ده بالنسبه للهيستوري. طيب خلصنا من الهيستوري، انا عرفت ادي كده بوينت معايا. ممكن من فيزيكال اكزامينيشن. يعني ايه فيزيكال اكزامينيشن؟ العيان ده هلاقي عنده ايه؟ اهم حاجه مكتوبه عندي هنا جارليك لايك اودر. يعني ايه جارليك لايك اودر؟ ريحه بقه، ريحه الثوم، ريحه معفنه، تمام؟ دي ممكن تخلينا نشخص العيان. في امراض كتيره جدا بتتشخص بريحه البق. واحد يقول لك ايه؟ ريحه بقه ريحه اسيتون، ده عيان دي كي ايه، ريحه بقه في روائح تانية كتير، فاهم؟ ممكن تشخص ريحه البق نفسها، ممكن تشخص لك العيان. يبقى ليه حاجه سبيسيفيك للعيان ده، ان هو ايه؟ جارليك لايك اودر، بقه مطلع ريحه توم. انت لو تساله تقول له انت واكل توم ولا واكل حاجه، يقول لك انا ما اكلتش حاجه. فدي حاجه سبيسيفيك جدا لايه؟ للعيانين ده. طيب العيانين دول. طيب انا في حاجه عندي كمان ايه؟ بقول لك مايوزس، مايوز ماسل فاسكوليشن احنا قلناها من شويه. طب ازاي مايوزس؟ احنا دلوقتي مش احنا قلنا ان الاستايكولين ده بيشغل الباراسمبثاتيك تقريبا، او تقريبا مين ان احنا نقول الباراسمبثاتيك، تمام؟ باراسمبثاتيك وده قاعد في البيت، هل انت محتاج ان البيوبل عندك تكون واسعه؟ محتاج تشوف كل حاجه حواليك، يعني قاعد مرتاح تليفون في ايدي مش محتاج اعمل اي حاجه، فهيحصل عندي مايوزس ايه؟ مايوزس للعين. طيب العين ده ممكن يبقى عنده انكزايتي ودايفروزيس و فيرتايجو، دايريا، اي حاجه، تمام؟ الحاجات دي كلها نفس المانيفستيشن اللي احنا قلناها من شويه، كلينيكال بيكشر، تاكي كارديا، سلايفيشن. يبقى كلمه فيزيكال اكزامينشن دي مقصود بيها الكلينيكال بيكشر بتاع العيان. طيب ايه كمان عندي؟ اكزامينشن، انفستيجيشن قصدي. انا هطلب العيان ده ايه؟ مش العيان ده جاي لي تاكي كارديا وهايبرتنشن، انا لازم اخاف، لازم اطمن على قلب الشخص ده، اعمل له اي سي جي، اعمل له رسم قلب، هيطلع لي سايروس تاكي،
تغير ستاكي كارديا. اه تمام، ستاكي كارديا مش مشكله، بس ممكن يخش في مشكله اخطر من كده، ان العيان ده يخش في هارت بلوك عكس التاكي كارديا، ياثر على حاجات تانية يخش لي في هارت بلوك. تمام، يبقى انا عملت اي سي جي، اعمل شيست شيست راديوجراف عشان اشوف ان الشخص ده ايه اللي عنده. احنا قلنا ان كل حاجه الصمامات او اي حاجه بتطلع ميه بتشتغل، فممكن السيروس فلويد بيطلع لي سيروس فلويد في اللنج يغرق الشخص ده، ما يعرفش يخليه ياخد نفسه، ودي نقطه مهمه جدا هقولها كمان شويه. الكوز اوف ديث، العيان ده ايه اللي بيموت العيان ده. حاجه كمان، الكترولايت امبالانس، ممكن الشخص ده يبقى عنده هايبوكاليميا او هايبر جلايسيميا. تمام، هايبوكاليميا ليه؟ انا عندي دلوقتي امبالانس، الشخص ده بيطلع ميه كتير، بيفقد ميه كتير، الميه اللي بتطلع معاها صوديوم وبيطلع معاها الكترولايت تانية، فبيح ممكن يطلع عندي ايه، يحصل عندي هايبوكاليميا. هايبوكاليميا دي برضه ممكن هي اللي تعمل لي الاريزميا بتاع القلب، تعمل لي تاكيكارديا، تعمل لي هارت بلوك. يبقى دي كلها ايه، حاجات ريليتد لبعض. طيب انا عندي حاجه اسمها، عندي برضه ممكن اعمل له سي بي سي، يبقى عنده ليوكوسايتوز. ليوكوسايتوز يعني دي علامات الانفكشن، الشخص ده مصاب بانفكشن، انفكشن باي حاجه معينه. تمام، او عندي انفلاميشن يعني، فاهمين قصدي؟ طيب يورين اناليسيس ليه؟ ممكن الشخص ده يبقى عنده بروتينوريا ايه وجلايكوزوريا، الجلوكوز نازل عنده في اليورين وفي ايه وفي الدم كتير. تمام، طيب ايه تاني غير الانفستيجيشن ديت انا هعملها؟ طبعا جزء الانفستيجيشن ديت هجي لك بس كام سي كيو بس، يعني هو كده اوريدي اسئله كلها ام سي كيو، انا قصدي اسالك يقول لك ايه من ضمن الانفستيجيشن اللي انا بطلبها للايه؟ للعيان اللي عنده اورجانوفوسفاس، عيان مصاب باورجانوفوسفاس. اخر حاجه عندي، ودي الموست او الاهم حاجه، توكسين سبيسيفيك تيست. يعني ايه توكسين سبيسيفيك تيست؟ انا بشوف ايه اكتر حاجه بتعرفني ان التوكسين ده موجود. اهم حاجه عندي ايه؟ كولين ستريز ليفل. يعني ايه كولين ستريز ليفل؟ انا الحاجه دي بتدمر الكولين ستريز بتاعي، فالمفروض ان الكولين ستريز يكون واقع، ما ينفعش الاقي كولين ستريز خالص. تمام، فدي اهم حاجه، وعشان كده في عندكم حط علامه نجمه. علامه النجمه دي هتقابلكم كتير قدام. علامه النجمه دي يعني معناها موضع سؤال، الحاجه دي يعني سؤال مهم جدا، حتى لو انت ما جالكش في الامتحان، دي حاجه مهمه لازم تكون عارفها انت ليك شخصيا. تمام، فاحنا كده عرفنا الدياجنوز بتاعه بتاع اورجانوفوسفورس، اول حاجه من الهيستوري، بعد كده من الكلينيكال بيكشر بتاع العيان، بعد كده من الاكزامينشن اللي انا هعملها للعيان، بعد كده من التحاليل اللي انا هعملها او الكولين ستريز ليفل. تمام يا شباب، خش على المنطقه اللي بعدها، اللي هطولنا قوي في حوار الاورجانوفوسفورس ديت. تريتمنت، انا هعالج البني ادم ده ازاي؟ طيب اول حاجه لازم اعمل استابلايزيشن للعيان ده. هعمل استابلايزيشن ليه؟ لان الشخص ده اصلا الشخص ده اصلا زي ما قلنا ايه، بيفقد فلو كتير، والشخص ده ممكن تلاقيه عنده هايبرتنشن، ممكن تلاقيه عنده هايبوتنشن، يعني الدنيا عنده مش متظبطه، لازم استابلايز العيان ده. استابلايز العيان ده ازاي؟ دلوقتي هنعرف. طيب حاجه كمان، القاعده الثانيه في التريتمنت اللي هي دي كونتامينيشن، اي عيان مصاب بتوكسنز في مكان، ابعد الشخص ده عن المكان اللي فيه التوكسنز. دي كونتامينيشن، ابعد الشخص ده عن مصدر السم ده خالص. تمام، حاجه كمان، انتي دوت، لو بتاع ده السم ده ليه انتي دوت اديهوله فورا، او لما اتاكد ان الشخص ده عنده ايه، عنده السم ده. بقى اخر حاجه خالص، سيمتوماتيك تريتمنت، يعني السيمتومز انا بعالجها في الاخر بعد ما اتاكد ان الشخص ده هيعيش. تمام، لان في بعض السموم لازم لو الشخص ده ما خدش السم، ما خدش الانتي دوت خلال فتره معينه هيموت، وهنقول في الاخر، هنقول في الاخر السم موجود عندنا النهارده. طيب بعد كده نخش على بعدها اللي هو ايه، ستابلايزيشن. ازاي هعمل ستابلايزيشن للعيان؟ العيان ده احنا قلنا ايه، ان هو بيغرق في الميه بتاعته، يعني اللنج عنده بتاعته مليانه ميه، عنده بلمونر اديما. هدخله تيوبا، انت اعمل له انتيوبيشن، دخل تيوبا زوره وسكشن، اسحب ايه، اشفط الميه اللي جوه ده عشان الشخص ده يعرف ياخد نفسه. طب هل الشخص ده عنده طاقه ان هو ياخد نفسه؟ لا، احنا الماسلز بتاعته كلها تعبانه، فهدي له اكسجين، هدي له اكسجين ساتوريشن 100% لمده ساعتين، بعد كده هنزل الساتوريشن شويه 70% عشان ما يعملوش اضرار، اللي هو الساتوريشن 100% ممكن يدمر لي ايه، السيرفكتنت، يدمر البيتا سيلز اللي بتعمل لي ايه، السيرفكتنت، فالشخص ده يخش في مشاكل اكتر من كده بعدين. اعذر، انا ممكن اكون بتكلم بسرعه شويه لان الاوبجان فيس دي طولت معانا شويه. ف كده اول حاجه عندنا اللي هي ستابلايزيشن، انا استابلايز العيان خلاص. اعمل بقى، اخش على بعدها دي كونتامينيشن. دي كونتامينيشن ازاي؟ احنا كنا قلنا في الاول ان الاورجانوفوسفورس دي ممكن تخش الجسم من اي حاجه، تخش من الجي اي تي ماشي، تخش من الانهيليشن ماشي، تخش عن طريق السكين ماشي،
فلازم لازم اعمل دي كونتيبيشن للحاجات دي كلها. لو دخل عن طريق الجي اي تي ادي له حاجه اسمها ايبيكاك، او ده صبغه كده بتغسل بيها المعده او مضاد للسموم، بيكاك اوف كلورايد. دي اول حاجه، دي ايبيكا ديت بتساعد ان الشخص ده يرجع، فاي حاجه كلها هيرجعها على طول قبل ما يحصل لها انجيشن. تمام. طيب انا ما فيش معايا ايبيكا دلوقتي، هعمل له جاستريك لافاج، اغسل له معده. انا في مستشفى دلوقتي مجهز ان انا اعمل له غسيل معده، هعمل له غسيل معده على طول. تمام. حاجه كمان بيقول لك ايه، الادينايل سايكليز او الاخر دي مش فاكر بصراحه كانت ايه. خلينا اهم اتنين دلوقتي اللي هم ايه، الايبيكا او الايبيكاك والجاستريك لافاج. ده لو عيان ده واخد السم ده عن طريق اورال واخد واكله يعني. طيب لو انهيليشن، اشيل الشخص ده من الاريا او من الاوضه اللي فيها السم ده، لو السم ده على شكل جاز ما كده اشمه، ابعده، افتح الشبيك، اهم ان انا اطير السم ده من مكانه. ديرمال، هغسل له جسمه كله. تمام. الشخص ده لو على الهدوم بتاعته اي حاجه من السم ديت هرميها، يعني هتخلص منها. تمام. هغسل جسم الشخص ده كويس او المنطقه اللي تعرضت للسم، بحيث ان انا امنع اي ابزوربشن كتير من السكن، بالذات لو الشخص ده متعور في السكن بتاعه، لان احنا قلنا السكن لما يكون دامج بيكون عرضه اكتر ان هو ايه، يدخل سم اكتر. يبقى ده ايه، نقطه الدي كونتامينيشن. النقطه اللي بعدها انتي دوت ايه، حمله كبيره جدا عندك ايه، اتروبين. الاتروبين هو ايه، اهم انتي دوت عندي. طيب الاتروبين ده بيعمل ايه؟ قال لك الاتروبين ده بديه لحد ما الشخص ده يعمل حاجه من اتنين، يعني انا بفضل اقدر الشخص ده اتروبين لحد ليفل معين. هو الاتروبين ده هو بيمنع شغل الاستيكولين. طب انا هوقف اتروبين امتى؟ انا الاتروبين عندي ليه توكسيستي هو كمان. طب في سؤالين بتساله، قال لك ايه؟ قال لك احنا قلنا دلوقتي ان اسمه ايه يا ربي؟ ان العيان ده عنده مايوزس. طيب هل الشخص ده هوقفه لما المايوزس يروح؟ لا طبعا، دي مش انديكيتد خالص، دي مش انديكيتد خالص ليا، لان السؤال ده كان بيتسال لنا ايام زمان في الشفا يعني وكده، امتى اوقف ادي اتروبين؟ اتروبين ما اديهوش لما لو الشخص ده عنده ايه، لو الشخص ده المايوزس من عنده راح، يعني بقى عنده مدريتد او دايليتد بيوبل. لا، ده مش انديكيتد ان انا اوقف. طب هل الشخص ده بديهوله لما اللنج بتاعته تبقى دراي، يعني لما اسحب السكريشن ما عادش في سكريشن في اللنج؟ اه، لان ده الكوز اوف ديث عندي. تمام. ليه؟ انا دلوقتي الكوز اوف ديث بتاع العيان ده، دي النقطه اللي كنت ماجلها شويه، ان العيان ده بيموت عن طريق ريسبيراتوري فيلير، او ان ما عادش فيه ريسبيريشن. ازاي؟ التوكسين ده احنا قلنا ان هو بيخش على السي ان اس، يعني ممكن يخش على السي ان اس يعمل لي ريسبيراتوري انهبيشن للسنتر بتاع الريسبيريشن، بيعمل لي برضو برونكوس بازم، بيعمل لي بيزود السكريشن الموجوده في اللنج. تمام. بيعمل لي ويكنس للمصل بتاع الريسبيريشن، في عندي كذا فاكتور يخلي العيان ده ما ياخدش نفسه ويموت. فانا اهم حاجه عندي ان العيان ده ياخد نفسه، عينه وسعت ما وسعتش ده مش مهم، اهم حاجه العيان ده ياخد نفسه والا هيموت. تمام يا شباب، النقطه دي مهمه جدا. بعد كده نشتغل بقى سيمتوماتيك، انا العيان ده عايش عندي، اشوف بقى السيمتوم اللي عنده بقى ايه هي واعالجها. اي حاجه، اول حاجه عندي ايه، لو عنده سيجرز هدي له حاجه اسمها دواء اسمه دايزبام، لو عنده هايبوتنشن هعوضه بسلاين، لو عنده بلمونري اديما زي ما قلنا من شويه او برونكوسباز بدي له اكسجين. ده اللي هو كان اول حاجه اصلا خالص فوق، بس اللي هو حاططها هنا تاني من ضمن السيمتومز. تمام يا شباب، يبقى دي كل التريتمنت بتاع الاورجانوفوسفورس. في عندي هنا نجمتين اللي هو موضوعين اسئله، اللي هو الستابلايزيشن بتاع العيان دي اهم حاجه فوق خالص، والسؤال الثاني اللي انا رغيت فيه شويه، امتى اوقف الاتروبين؟ امتى يعني الشخص ده هدي له اتروبين كانتي دوت، هدي له لحد امتى؟ هو ما فيش فيه وقت معين، مش زي ساعه واثنين اكسجين افضل حط لمده ساعه واثنين وخلاص، لا انا بفضل ادي العيان ده اتروبين لحد ما اللنج بتاعته تبقى دراي، ما عادش في سكريشن في اللنج، ما عادش يبقى عنده بلمونري اديما، يعرف ياخد نفسه كويس. تمام يا شباب، كده المفروض ان احنا خلصنا اورجانوفوسفورس. هنكمل، ادوا لنفسكم بريك شويه، بعد كده ايه هنكمل الجزء اللي بعده. ورجعنا تاني نكمل بقى الجزء الاخير، بقيه المحاضره اللي عندنا هو بقى حاجه بسيطه جدا، خلصنا تقريبا 60 70%، بقى جزء بسيط اللي هو عندنا بقيه لنا البيروسول.
وباقي لنا سم الفرن، هو البيرسول والحاجات دي كلها تبع بعض. البيرسول عندنا عندي او الاورجانو، في عندي جدول مقارنه بين الاثنين. في عندي الاورجانيك كلورايد اللي هو الكلور العادي، الكلور اللي احنا بنرشه على الارض عادي، والبيرسول. طيب الكلور ده ايه بالبلد اللي احنا عارفينه؟ الكلور ده سائل، البيرسول ده بخاخ. تمام. طيب نخش في شويه كده، ك شويه كاركتر، جنرال كاركتر. بقول لك ايه يا عم الحاج، بقول لك ان الكلور، هنتكلم كلام علمي في حاجه احنا عايشين معاها. بقول لك ان اكسبنسيف ماشي، نان فولاتايل ماشي، ستيبل ماشي، with low acute toxicity. طب ده من رحمه ربنا ان احنا بنتعامل معاه كل يوم وده ما بيسببش توكسيستي عاليه. طيب حاجه كمان بقول لك، the criteria that made them effective in suicide. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده بنستخدمه مجرد لايه؟ environmental hazard، sanitation وخلاص، تطهير، بنستخدمه ان احنا نطهر الاماكن. طيب بيقول لك ايه؟ ده ليه slow metabolism، limit solubility، ده دي رخمه شويه انها ممكن ياثر على البرين عندي. طيب بيقول لك chemical stability، تمام، environmental resistant with accumulation، تمام، بيفضل في المكان شويه وبيتجمع. طيب دي كلها كل شويه حاجات كريتيريا كده غريبه تحس انها ملهاش علاقه ببعض. تمام. لحاجه احنا اوريدي عارفين ايه، عارفين صفاتها وعارفين شكلها وعارفين ريحتها. طيب تعال نكمل شويه في البتاع ديت. بيقول لك اشهر نوع من الكلورايد اللي هو حاجه اسمها دي دي تي. بيقول لك البتاع ده ما عادش بيستخدم اليومين دول تاني، كل اللي كانوا بيستخدموه قبل كده كانوا بيستخدموه للملاريا كنترول بروجرام، البلاد اللي يكون فيها الملاريا. هم اللي عارفين الملاريا دي عباره عن ايه؟ في البارة حاجات تبع الملاريا. تمام. كانوا بيستخدموها للكنترول بتاع الملاريا اللي هو الكلور والحاجات دي كلها، بالذات حاجه اسمها دي دي تي، بس ما عادش بيستخدم دلوقتي. طيب تعال نتكلم على حاجه تانية هنا اللي هي البيروسول. بيقول لك في حاجه فيها، اول حاجه هنا ايه؟ بايريثريوم ده اللي هو بيقول لك ايه؟ ده الفيرست فاوند، اول حاجه ده بيقول لك جاي من ايه؟ جاي من الورود. ده كل ده سؤال عبيط اصلا، يعني كلام انشا. بس ده بيقول لك ميزته ايه؟ ميزته ان ده طالما ده البروتايب او البروتوتايب، ده ملوش سيستميك توكسيستي، وده من رحمه ربنا برضو. ليه؟ ده اللي بيحصل له رابت هيدروسيس، بيدوب على طول في الميه او في ايه؟ او في الميه او لو اتعرض للضوء. يبقى ده اول نوع خالص او البروتوتايب، تمام، اللي هو البيريثريوم ده، ملوش سيستميك توكسيستي. اما الايه اللي ليه سيستميك توكسيستي وايه اللي هيضر الجسم عندي؟ حاجه اسمها ايه؟ بايريثرويد دي ليها ايه؟ دي ليها سيستميك توكسيستي. دي ليها سيستميك توكسيستي، لان دي اصلا ده مش جاي من ناتشرال، ده سيستميك دريفت، حاجه مصنعه. تمام. وغير كده انها مور ستيبل، يعني ما بتتكسرش بالضوء والايه والميه زي النوع الايه؟ البروتوتايب الاول. طيب هم اكيد عملوها كده عشان يستخدموها، لان النوع الاولاني بيرسول الاولاني ده لو كان استخدموه ما كانش اصلا عندنا خالص، اي ضوء او اي ماء لو اتعرض ليه كان هيتدمر خالص، فكان لازم نستخدم حاجه ايه؟ ستيبل اكتر عشان تاثر على المربي ايه؟ الانسكتسايدز او البيستسايدز الايه؟ الحشرات اللي موجوده حوالينا. طيب بقول لك ايه؟ بص النوعين دولت هاف رابيد باراليتيك افكت اون انسكت، يعني اول ما برش البيروسول على الدبانه او الناموسه تلاقيها اتشلت وقعت. طب اتشلت وقعت ليه؟ تعال نفهم دلوقتي ليه الناموسه لما بحط ما بخ عليها البيروسول تقع. بقول لك ان دلوقتي ايه اللي بيحصل لجسم الناموسه؟ انا عندي بقول لك ده بتخش عن طريق انهيليشن، تمام، ليبيد ليمفيليك رابيدلي ريتش سي ان اس، دي اللي كنا قلناها من شويه وخايفين منها، تعمل حاجه اسمها ايه؟ هيدروليز اند هيدروليسيس، هيحصل لها ميتابوليزيشن هيدروليسيس، اند اللي هو حاجه اسمها سايتوكاينز بي 450، ده انزيم كده كان موجود عندنا. طب الاكسيتيشن بتاعها كان فين؟ بيطلع في اليورين. هو تقريبا هنا مش السلايد دي اللي كان مكتوب فيها الميكانيزم بتاعها، كان السلايد اللي بعدها، السلايد اللي بعدها اللي كان مكتوب فيها الميكانيزم. تعال نعرف الميكانيزم عشان ما ننساش. الميكانيزم بتاع البيروسول، بعد كده نرجع للكلور شويه. بيقول لك ده بيعمل حاجه اسمها برولونجد ديبولاريزيشن. يعني ايه برولونجد ديبولاريزيشن؟ يعني بيفضل مخشب. حاجه كمان بلس ان انا بخلي الحشره دي مخشبه، بلوك النيرف كوندكشن،
يعني خلاص انا العضله مخشبه ومش جاي لها اي اوردرات تانية انها تعمل اي حاجه، انا هفضل مخشبه زي ما انا. حاجه كمان، بلوك الكلورايد تشانل، يبلوك الكلورايد تشانل ده هيفضل عامل لي هايبر بولاريزيشن، هيفضل عامل لي قصدي دي بولاريزيشن. احنا فكره ان الكلور كان يخش ده كان عشان يعدل الممبرين بوتنشال بتاعتي عشان يعمل ايه اللي هو الالترنيشن دي بولاريزيشن، يعني ريلاكسيشن والكونتراكشن. فانا الوقت لما قفلت الكلورايد تشانل انا لو عملت لخبطه زياده اكتر في الايه في الالكتريكال اكتيفيتي اللي حوالين الممبرين هتزود الدي بولاريزيشن. كل ده كلام فيزياء اللي يعني لو حد مش واخد باله كل ده كلام فيزياء. دي جاي لك 3 نقط هنا، يعني دي لو جات لك الميكانيزم بتاعها في الامتحان هيجي لك 3 نقط يقول لك الميكانيزم بتاع كل بتاع البيست سايتس بتاع قصدي بتاع بيرسول او اي بايرثرويد ايه، هيختار دولت ما عدا ايه ما عدا الاخيره ما عدا اخر واحده منهم، او لو جالك واحده بس منهم هتختارها. طيب تعالى نرجع بقى للكلور. الكلور احنا كنا قلنا عليه ايه من شويه، قلنا ان هو ستيبل، قلنا ان هو دي دي تي، قلنا ان هو ليبيد سوليبل كيميكال سوليبل، حاجات كلها الايه اللي كنا من شويه. طب تعالى نرجع بقى نشوف ايه، نشوف الميكانيزم بتاعه الفيروس بتاع الكلور ده بيعمل ايه. بيقول لك بيعمل لي حاجتين بحرف الاي وحاجتين بحرف الاس. حاجتين بحرف الاي، اول حاجه انترفير with repolarization عن طريق ان بعمل بلورنج ديبولاريزيشن، نفس الكلام بتاع الايه بايرسول. حاجه كمان امبيرنج بولارايزد ستيت، امبيرنج يعني بيفضل ثابته زي ما هي بولارايزد ستيت عن طريق ايه، تمام، عن طريق ان هو بيقلل السيجر ثريشولد، يعني اقل حاجه اقل حاجه اقل، يعني لو تفتكر عن حاجه اسمها ايه سب ثريشولد او مينيمال ثريشولد، او الحاجه المحفز اللي بيعمل لي كونتراكشن بتقلل الليمت بتاعه. يعني لو الليمت بتاعي في الطبيعي 10 مللي فولت انا هقلل الليمت ده ل 5 مللي فولت. فلو اي ستيمولس جاي بطاقه او اي كوندكشن نيرف كوندكشن جاي بطاقه 5 مللي فولت هي ايه هيعمل لي كونتراكشن، هيعمل لي كونتراكشن، فهتفضل الحاله ديت او هيفضل الشيء او الحشره دي او ايا كان الميكروب ده في حاله دي بولاريزيشن مستمر، كونتراكشن مستمر، بلس انه هيزود الاكسيتابيلتي. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين، قللت الثريشولد بتاعي وزودت الاكسيتابيلتي بحيث ان دي عامله زي ايه متعفرت خالص. تمام، طيب ايه الحاجه، ايه الحاجه الميكانيزم اللي معاه كمان بلاك بيعمل جابا انتاجونست، ده حاجات في السي ان اس هيعمل لي ايه، هيقفل الجابا فهيزود برضو الاكسيتيشن. الجابا ده كان انهبيتور نيورو ترانسميتر، فلما اقفل لما اقفل اللي بيقفل فهزود الاكسيتيشن. مش بيقول لك نفي نفي اثبات، انا بنفي اللي بينفي، فبقى عندي اثبات ان هو ايه كل حاجه تبقى اكسايتد. طيب بيقول لك سنسيتايز مايك سنسيتايز المايكارديوم، يعني ايه سنسيتايز المايكارديوم؟ يعني بيخلي المايكارديوم عندي اكسايتد، يعني بالبلدي كده من غير ما نقعد نلخبط الدنيا دي كلها، ده بيحفز كل حاجه، كل حاجه بيحفزها، برين بيحفزه، قلب بيحفزه، ماسلز بيحفزها، يبقى الكلور عندي بيحفز كل حاجه. تمام يا شباب؟ طيب تعالى بقى اشوف العيان ده، هو العيان ده جايلي بايه؟ سواء عيان الكلور او عيان البيرسول اللي متعرض للبيرسول او شارب او شارب كلور او اي حاجه من دول، كل الحاجات بتاعتهم يعني الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم مش مهمه كده، لانها كل الحاجات جايه فيج مفيش حاجه سبيسيفيك. لو جيت تبص اول حاجه في اول حاجه هنا في عينين الشاربين كلور بيقول لك عندي نوزيا وفوميتنج، هل دي الان في دي نوزيا وفوميتنج؟ النوزيا وفوميتنج دي موجوده في اي حاجه، واحد كل اكل وحش جاله نوزيا وفوميتنج. حاجه تانية باراسيزيا اوف ذا فيس تونج اند اكستريمتيز، مش حاسس باطرافه. طب ما هو ده برضه مش حاجه سبيسيفيك قوي ان هو مش حاسس باطرافه، ممكن تكون اكتر سبيسيفيك، يعني سبيسيفيك اكتر من النوزيا وفوميتنج، بس ستيل برضه ما وصلتنيش لحاجه. هيديك اجيتيشن كونفيوجن، برضه كل ده كلام عام. تمام، مايكلونس اند ليج ويكنس، دي ممكن تبقى سبيسيفيك شويه عندي ان العيان يكون عنده ايه، عنده شويه كونتراكشنز شويه ورجله رجله وجعاه. طب رجله وجعاه ليه؟ من كتر الكونتراكشن اللي موجود، فطلع عندي طلع عندي اللي هي الميتابولايتس اللي طالعه من الماسلز فبدات توجع رجله، دي ممكن تبقى سبيسيفيك اكتر. تريمور سيجر ريسبيراتوري فيلير اند كل الحاجات دي كلها برضه سبيسيفيك ان انا في عندي حاجه عامله لي اكسايتيشن، بعكس اللي فوق نوزيا وفوميتنج باراسيزيا والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي كلها حاجات يعني او الهيدك مش سبيسيفيك. لا، لكن انا دلوقتي اتجمع عندي شويه سيمبتومز مايكلونس، تمام، اتجمع عندي تريمورز سيجر،
حاجات تاكد لي ان في سي ان اس افكشن او في نيرف كوندكشن افكشن. تمام، الحاجات دي كلها تبدا تعرفني شويه ان الشخص ده في حاجه غلط. اذا ما كانش من جوه يبقى هو اتعرض لحاجه عملت له كده. تمام يا شباب، طب تعالى في الجهه المقابله. تمام، تعالى في الجهه المقابله نتكلم عن ايه؟ نتكلم على البيروسول. بيروسول لو اترش على واحد، لو اترش على الجلد بتاعه، لو واحد عنده حساسيه بيروسول هتلاقي جلده احمر، اثيما، فاسكولاريزيشن، زاره البلاد فيسلز اللي جواه، باراسيزم، ما عادش بيحس بايه؟ او احساس غريب في المنطقه اللي اتعرض عليها البيروسول. كل ده برضو كلام الى حد ما مش سبيسيفيك. طب تعالى كمان اي حاجه تانيه، تعالى الاوكلير. بيقول لك بيبقى عنده بين، لاكريميشن، فوتوفوبيا، كونجنكتيفايتس. ما طبيعي يا جماعه، واحد بيرش بيروسول، واحد بيرش ميه نار في عينك، واحد بيرش ميه ملح اللي هو مش سم اهوت، ميه ملح في عينك، طب يحصل فيها كل ده؟ ده مش حاجات سبيسيفيك بس ستيل تبقى من ضمن الكلينيكال بيكشر اللي عندي بيجي بيها. طيب الريسبيريشن، احنا قلنا ان البيروسول اصلا ده بخاخه، فطبيعي يبقى ريسبيريشن. طيب واحد شم بيروسول هتلاقي عنده راينيتس، لو اثر عنده ابر ريسبيريتوري تراك، اريتيشن اللي هي مناخيره بتجيب ميه كل شويه. ممكن الشخص ده يقول لك ايه، انا حاسس ان في لقمه في زوري، انا حاسس ان انا مخنوق، حاسس ان انا مش عارف اخد نفسي. ده بسبب اللارنجيال الاديمه اللي عنده. اللارنجيال الاديمه ديت هي دي ممكن تموت العيان. الاديمه دي لو كبرت مره واحده ممكن تقفل اللارنكس اللي عنده وما عادش يعرف ياخد نفسه ويموت لو ما تلحقش فورا. ده بالنسبه للابر ريسبيرتوري مانيفستيشن. طيب لو بالنسبه للور ريسبيرتوري مانيفستيشن هيبقى عندي ايه؟ هيكح، هيعطس، تمام، ممكن يبقى عنده شيست بين. بس الحاجات دي كلها لو الشخص ده تعرض لبيروسول بكميه كبيره او لفتره كبيره. واحد قاعد في البيت طول الوقت قاعد بيرش بيروسول، طول الوقت قاعد بيرش بيروسول، طبيعي صدره هيلعب. تمام يا شباب. طيب الجي اي تي مانيفستيشن مفيش حاجه سبيسيفيك، نوزيا، فوميتنج، دايريا، سالايفيشن، مفيش حاجه سبيسيفيك. طيب السي ان اس، احنا كنا قلنا ان السي ان اس هنا هيبقى برضو نفس المشترك مع الكلور، هيبقى عنده اكسايتيشن، تريمور، باراليسيس، سيجرز. تمام، التر منتال ستيت، ممكن يخش في كوما. يبقى انا الاثنين دول عندي تقريبا شبه بعض، بس الفكره ان واحد الميكانيزمات بتاعتهم مختلفه بس ستيل النتيجه واحده. لو بيعمل لي سي ان اس اكسايتيشن، تمام، في الاثنين بيعمل لي اكسايتيشن للحاجات الباقيه برضو. لو دخل اللونج هيعمل لي اكسايتيشن، الشخص ده هيكح. لو كتف مناخيره، الشخص ده هي مناخيره هتبقى بتنزل ميه كتير، هكذا. طب ايه التريتمنت بتاعي؟ احنا كنا قلنا في قاعده في التريتمنت من شويه اللي هي نرجع لها تاني، اللي هي دي. سيبك من الكلام اللي هنا، انا في عندي ستابلايزيشن، تمام، دي كونتامينيشن، انتيدوت، سيمتوماتيك تريتمنت. ده ايا كان التوكسينز انا لازم امشي على الاربع خطوات دول. طب لازم العيان ابعد العيان عن المكان اللي فيه التوكسينز، ادي له انتيدوت لو في انتيدوت للسم ده، او وبعد كده في الاخر خالص اعالج السيمتومز. تمام، تعالى بقى نشوف باقي هنعالج ايه. اعدي. طيب اول حاجه قلنا ايه؟ لو هنتكلم على الكلور، واحد شارب كلور في البدايه ستابلايز العيان، عرفنا A B C D E. لو مش عارفينها ال A اللي هي الاير واي، ال P اهم حاجه الاير واي مفتوح، تمام، ال P البريثنج، تمام، C سيركيوليشن، وال D اللي هو ايه؟ ال disability، الشخص ده فايق او لا، بعرف يتحرك او لا. تمام، بعد كده بيقول لك ايه؟ seizures may overweight the risk of any GI decontamination strategy. ليه؟ مش احنا كنا قلنا من شويه ان العيان ده ليبت سوليبل، يعني ممكن الحاجات دي كلها ال استروجين تخزن في الفات او تروح للفات، زي ما قلنا في الاورجانا فوسفورس، فدي برضو هتاثر لي على العيان شويه. تمام، لو العيان اوفر ويتد، تمام، ممكن الشخص ده عنده المشاكل اكتر، السيشنز عنده اكتر، وعندي مشكله ان انا اعمل ايه؟ جي اي تي دي كونتامينيشن. تمام يا شباب. طيب الشخص لو عنده سيجرز هعالج السيجرز زي ما تبع السيمتوماتيك بقى دلوقتي. تمام، يعني هو كل قايل لي هنا قايل لي ايه؟ قايل لي الاي بي سي اللي هو ستابلايزيشن، بعد كده دخل لي على ايه؟ سيمتوماتيك. سيجرز قال لك انها بتزيد في حاله الاوفر ويت، تمام، ان انا بعالجها بي زي دي ديت اللي هي بنزودايزبين او بي ار بي اير باربيتوريت، يعرفوها كاسماء بس وخلاص. طب لو العيان ده دخل في هايبرثيرميا هحط له كمادات،
يبقى كل ده مفيش اي حاجه سبيسيفيك، كل ده سيمتوماتيك تريتمنت. طيب تعالى بقى يا عم الحاج نروح للجهه الثانيه اللي هو ايه الفيروسول. بعد كده كان كلور واحد واقع على جسم كلور. طب دلوقتي الفيروسول ده بخار، بيقول لك ايه اول حاجه بادئ بيها ريموفال فروم اكسبوجر، دي اللي هي يعني نقطه الدي كونتامينشن. هو ما اتكلمنيش دلوقتي على ستابلايزيشن خالص، تمام؟ فدلوقتي دخل على طول على النقطه الثانيه اللي هي الدي كونتامينشن. كمل في الدي كونتامينشن، يقول لك كمل في الدي كونتامينشن لما قال لك جي اي تي دي كونتامينشن نوت يوزد. ليه نوت يوزد؟ لان اللي عندي ده اصلا انهيلد، ده حاجه داخله لللنج على طول مره واحده، تمام يا شباب؟ طيب هل ده ليه سبيسيفيك انتي روت؟ لا، عمرك شفت حد بيرش على بيرسول يقول له هات الانتي روت بتاع البيرسول؟ مفيش يا جماعه الكلام ده، تمام؟ مجرد ان انا ابعد الشخص بس ده عن البيرسول او المكان اللي فيه البيرسول ده هيبقى ايه؟ هيبقى كويس. طيب سكين رياكت ان انا الاسترويد وانتي هيستامين الحاجات دي كلها بديها له، ان ده شخص ممكن يخش في الرجي، لان احنا زي ما قلنا فوق اللي عنده بيكون عنده اريثريما تمام وفاسكولايزيشن والحاجات دي كلها اللي هي بتاع السكن سكين مانيفستيشن، فهدي له حاجات عشان تمنع الايه الاريثريما والالرجي والحاجات دي كلها اللي هو اديله استرويدز يعني. طيب بيقول لك هنا فيتامين اي اويل تو ريليف باراسيزيا، باراسيزيا اللي موجوده عنده في ايديه في مكان المكان اللي اتعرض للبيروسول ده، دي هنعالجها بالفيتامين اي. كل ده كلام عام. طيب ايه المهم عندي؟ المهم عندي دول الميكانيزم بتاع كل واحد فيهم، ايه الميكانيزم بتاع الكلور وايه الميكانيزم بتاع البيروسول؟ ده السؤال المهم عندي في الرغي ده كله. بقى ده كله كلام ما يعني ما بقولش ما بقولش لازمه، ولكن كلام عادي. اهم حاجه عندي هم النقطتين بتاع ايه؟ بتاع الميكانيزم، ايه الميكانيزم بتاع ده وايه الميكانيزم بتاع ده؟ ده اللي ممكن يجيلك فيه سؤال. اي حاجه بقى تبقى كلام عام، لو جاب لك فيه سؤال يبقى ده مش محتاج حاجه معينه، يبقى ده سؤال هديه بس كده. لكن الاسئله اللي فعلا اللي هتركزوا عليها هي المنطقه اللي هي السؤال بتاع الميكانيزم، تمام؟ او لو في حاجه سبيسيفيك في التريتمنت زي ما احنا قلنا الايه الاتروبين في الايه في الاورجانوفوسفورس. طيب تعالوا نخش بعدها على حاجه اللي هي الرودينتي سايز. الرودينتي سايز دي اللي هي ايه؟ اللي هي سم الفران. طيب ايه تعالى اتاكد من حاجه بس معلش. طيب الفيديو شغال، الفويس شغال. الرودينتي سايز ايه الكاركتر جنرال كاركتر بتاعتها؟ بيقول لك ايه؟ ان دي بتتقسم على حسب على حسب السوليبيليتي، على حسب التوكسيستي بتاعتها. يعني ايه يا باشا؟ قال لك دلوقتي هو كل اللي عامل لي هنا عامل لي امثله بس، يبقى المنطقه ديت الحته دي اللي انا اعرضها ديت دي كل اللي هتيجي فيها هتيجي امثله. قال لك ايه؟ قال لك ان ممكن في بعض الانواع منهم بيبقوا هايلي توكسيك، حاجه زي الساليوم او الارزينيك، تمام؟ او استريكنين. الثلاث حاجات دول هايلي توكسيك، تمام؟ يعني ده مجرد التعرض ليهم ممكن يموت العيان. طب ايه مودريتلي توكسيك؟ مودريت توكسيك زي فيتامين بي 3 او الثيوريا اند كلور كوليكالسيفرول، تمام؟ اول حاجه عندي ايه؟ الفا نفثالين، الفا نفثالين هي دي اول حاجه. طيب ايه اقل حاجه بقى وان ممكن تبقى اخطر حاجه في نفس ذات الوقت؟ الوارفرين از انتي كواجولانت. الوارفرين ده كنا بيستخدم اصلا كعلاج، تمام؟ للناس اللي عندهم جلطات او كده، ده بيستخدم كانتي كواجولانت، بس في نفس الوقت برضه بيستخدم كسيم فرين. ده اول ما اتعرض علينا اول مره واحد مش شايل عندنا قال يا دكتور يعني احنا دلوقتي احنا كانوا بيعالجونا بسيم فرين. اه عادي، انت عندك الوارفرين ده بيشتغل كحاجه بالنسبه للفار ممكن يموته، تمام؟ يبقى دي ايه؟ دي الحاجات اللي ممكن تجي لك كسؤال هي كاكزامينيشن او اكزامبلز على الحاجات اللي هايلي توكسيك مودريت توكسيك لو توكسيك. طيب ايه الميكانيزم بتاع الرودنتيسايز؟ احنا قلنا من شويه ان معظم الحاجات دي كلها بتجتمع ان هو كانتي كواجولانت. طب ازاي كانتي؟ ازاي بخلي الدم سايل؟ اول حاجه ان انا بعمل انهبيشن، كان علامه علامه اسمه ايه يا ربي؟ علامه الشباك ديت معناها انهبيشن، او ممكن تجي لكم العلامه كده دي معناها كلمه انهبيشن. طيب انهبيشن الستنسز بتاع الفيتامين كي، هو بتاع ده واقف ليه؟ خلاص سيبها زي ما هي. انهبيشن الفيتامين كي، الفيتامين كي ده مهم عشان يعمل الاكتيفيشن لكلوتينج فاكتور. ما اعرفش الحاجات اللي انتوا عديتوا عليها في الفيسيولوجي ولا لا، بس المفروض انكم عديتوا عليها ان في كلوتينج فاكتور بتساعد الدم ان هو يحصل فيه ايه كلوت ويتجلط. كلوتينج فاكتور المشهور عندي اللي هو 1972
الحاجات دي كلها مسؤول عنها الاكتيفيشن فيتامين كي. طب الفيتامين كي لو ما اختفى او ما بقاش موجود الفاكتور ديت ايه مش هتبقى موجوده. فايه اللي هيحصل لي؟ بليدنج. بليدنج ده هو الكلينيكال بيكتشر وهو الكوز اوف ديث في العينين دول. تمام؟ العينين اللي بتتعرض ل رودنتسايتس ديت او سم الفران ده بتيجي ببليدنج، بتلاقيها بتبليد من كل حته. ممكن يحصل هيمرج انترنال بليدنج ومش عارف، ممكن يحصل بليدنج لاي حاجه. اول ما الشخص يلاقي جرد خربوش صغير كده يفضل يجيب دم ما يوقفش، ده لو عيان داخل في توكسيستي عاليه. طيب ايه التريتمنت بتاعه؟ اكتيفيت شاركول. اكتيفيت شاركول ده من اشهر الحاجات اللي بتعمل ديتوكسيفيكيشن للحاجه. حاجه تانية ان انا بدي الشخص ده فيتامين كي. انا اوريدي الفيتامين كي اللي بيتصنع في جسمي مش موجود، الجسم ما بيصنعش فيتامين كي، فانا هدي له فيتامين كي. تمام؟ بالنسبه للاطفال 5 مللي جرام، بالنسبه للكبار 20 مللي جرام، مرتين او 4 مرات ايه كل يوم. طب حاجه اسمها ايه؟ فريز فريش فلوزن بلازما. البلازما هي اللي بيكون موجود فيها كلودنج فاكتور. تمام؟ عشان ايه؟ تساعد برضو. طب انا مفيش عندي فيتامين كي، هدي لك الايه؟ هدي لك الكلوتينج فاكتور اللي اصلا اللي انا محتاج منها الفيتامين كي عشان تصنعها. فاللي هو انا هدي لك الكلوتينج فاكتور كده على طول مره واحده. تمام يا شباب؟ دي كانت عندنا ايه؟ الجزئيه بتاع الايه؟ بتاع الروتين ستايل. اخر حاجه خالص، ودي كانت تقريبا اهم حاجه واصعب حاجه هتقابلوها في حياتكم في المهنه. طبعا نسيت اقول ان الميكانيزم هنا هو ضمن اهم الحاجات كموضوع سؤال يعني. في عندي حاجه اسمها ايه؟ زنك فوسفايت، وهنا هنقف شويه. الزنك فوسفايد ده لو تسمعوا عنه اللي هو حباية الغلة. حباية الغلة ديت من أخطر وأصعب الحالات اللي هتقابلوها. تلاقي شخص بنت ولد راجل كبير صغير عيل صغير، بالذات الأطفال الصغيرين هتلاقيه جاي بالع حباية غلة. طيب ده لو ما تلحقش فورا أو غالبا يعني ما بتلحقوش، لأن هو على ما يجي المستشفى يكون الموضوع انتهى، هيكون السم اتوزع في جسمه وخلاص الموضوع ما عادش فيه أي حاجة محددة. وللاسف مفيش انتيدوت للموضوع ده. زي ما انت شفت العلاج بتاع التريتمنت على طول مفيش انتيدوت، كل اللي انا بعمله دايليوشن. تمام؟ اللي هو الموست سبورتيف اند سيمتوماتيك، بعالج سيمتوماتيك وخلاص. طيب ايه الميكانيزم بتاعي؟ انها سيلولار توكسيستي، زي ما انا عامل فوق عندي هنا ايه؟ سيلولار توكسيستي. تمام؟ اد نيكروزس اوف جي اي تي والليفر والكيدني واللنج، كل حاجه كل حاجه هتحصل فيها دي جروز او توكسيستي هتبوظ. تمام؟ طيب العيان ده هيجي لي بايه؟ العيان ده هيجي لي كل حاجه، كل حاجه هتاثر في المانيفستيشن. السي ان اس هيبقى في عندي هيديك، اتاكسيا، سيجرز، كوما، حاجات كتير. الجي اي تي، نوزيا، فومتنج، واهم حاجه سبيسيفيك عندي عشان ممكن الحق العيان ده قبل ما ال عاوز اشتغل جيم، قبل ما السم يتمكن منه هيبقى عنده بلاك فوميتس او ريحه سمك معفن، روتين ايج اودر اوف بريثنج. احنا كنا قلنا من شويه في التوكسيستي بتاع عاوز اشتراجين اوجانو فوسفورس تقريبا. تمام؟ ان العيان ده بيكون كيف ان العيان ده بيكون عنده ايه يا ربي؟ بيكون ريحه بقه وريحه ليه الجارليك، مش فاكر كانت في اوجانو فوسفورس او كانت في اوجانو فوسفورس، كانت ريحه جارليك، جارليك اودر. طيب وهنا العيان ده ريحه بقه ريحه سمك معفن، روتين فيش. طيب ايه تاني؟ الليفر هيبقى فيه نيكروزس وجوندس. السكيلتال ماسل هيبقى فيه عندي باراسيزيا، ممكن يبقى عنده انتنشن تريمور. الميتابوليزم هيبقى فيه اسيدوز، هيبقى فيه هايبر كاليميا، هيبقى عندي تيتاني. الاسيدوز ده ممكن يدخله في مشاكل كتير، يدخله في حاجه اسمها كوزمال بريسنج، ما يعرفش ياخد نفسه. الهارت ممكن يخش في شوك، ده ممكن يكون سبب الوفاه برضو، او ديسريزميا. الاوكلير ده ديبلوبيا، ده حاجات يعني ايه مش هسيب انا كل ده وادور في الديبلوبيا، بس ده ممكن الديبلوبيا دي ممكن تشخص العيان. يعني ايه ديبلوبيا؟ يعني العيان يقول لك انا جاي انا شايف الحاجه اتنين، انا شايف صباعك اتنين، انا شايفك اتنين، شايف الحاجه مرتين. يبقى لازم الحاجات دي كلها نركز فيها كويس. انا مش بقول الحاجه دي مش سايبها للاخر مجرد ان هي مش مهمه، بالعكس دي اهم حاجه في اليوم. دي ممكن ما تقابلهاش بكميه كبيره انت وحظك يعني، بس لو قابلتها حاول على قد ما تقدر انك تعرف الحاله دي ايه. اهل بعض الاهل المصريين يقول لك ايه؟ ان ده ما خدش حاجه. فلازم تكون حازم في الحاجات دي، لو انت شاكك ان العيان ده واخد قرص غله لازم تبقى حازم مع الاهل.
يا جماعة الشخص ده ممكن يموت. وانس ان هم قالوا لك قرص غلة، يا تلحقوا يعني لو لسه واكله، لسه واكله دلوقتي، تلحقوا بجاستريك لافاج، تلحقوا بأي حاجة ان هم يطلع السم ده من جسمه، يا ما تلحقوش والعيان هيموت فورا. فاهم؟ وربنا يحفظنا وإياكم، وأنا آسف على الإطالة في الجزئية ديت، وأتمنى تكونوا استفدتوا مني، ولو في أي تعليق أو أي حاجة ابعتولي وأنا تحت أمركم. الله يعينكم ويوفقكم ويحفظكم جميعا في المكتوب عليكم يا رب.